أهلا بكم من جديد. عقد دكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا اليوم أعلن فيه عن طرح العقار الجديد لفيروس سي منتصف أكتوبر المقبل. أوضح الوزير أنه سيتم علاج من 60 إلى 70 ألف مريض في المرحلة الأولى. أن الدفعة الأولى من الدواء الجديد وصلت بالفعل، وبإذن الله ستدخل إلى معامل هيئة الرقابة والبحوث الدوائية للتأكد من فعالية العقار وقدرته على علاج هذا المرض، وبإذن الله بعد إجازة هذا العقار سيتم إتاحته في المنافذ الخاصة باللجنة القومية للفيروسات الكبدية، وإحنا قلنا ميعاد مبدئي في منتصف شهر أكتوبر أو الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر بإذن الله تعالى. قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بزيارة مفاجئة لتفقد الخدمات والحالة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية. توجه الوزير للمحافظة للاطمئنان على الأوضاع الأمنية ومدى سير عمل الكمائن وتعامل الشرطة مع المواطنين داخل الأقسام. أكد اللواء علي دمرداش مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أنه سيتم اعتبارا من اليوم تطبيق خطة مرورية جديدة بشوارع العاصمة. أوضح دمرداش أن الخطة تعتمد على القضاء على كل المعوقات المرورية، على أن تكون بداية هذه الخطة بأربعة محاور تتركز فيها الحملات المرورية، تشمل شارع منصور بوسط القاهرة، شارع هارون الرشيد بمصر الجديدة، شارع النصر بالمعادي، شارع شبرا بالساحل. لا يفضل كثيرون في مصر الاعتراف بالمرض النفسي، رغم أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تقول إن بلدنا به مليون مكتئب. للراغبين في الخروج من الأزمات بخطوات بسيطة، يحاول البعض تقديم وصفة مختلفة في هذا الزمن المختلف. عرفنا العالم ثائرين ملهمين ولم يعرفنا مكتئبين، لكن سنوات المعاناة الماضية رسمت الألم هكذا على وجه الشعب الذي أنهكته مصاعب اقتصادية واجتماعية وسياسية كانت أقوى من الجميع. الواحد لو هو معهوش فلوس، لو مفيش شغل، الحالة النفسية في البيت طبعا بتسوء مع الأولاد، حتى طريقة معاملتي مع الزوجة مع الأولاد، تعاملات الشباب مع البنات اللي بنشوفها في الشارع، يعني دي تعاملاتهم أصلا كلها غلط، يعني إن هو يتطاول عليها بالكلام أو المعاكسات عموما، دي حاجة بتضايقني. هل يدهشك إن عرفت أن من بين ملايين مصر التسعين مليون مكتئب؟ نعم، مليون مكتئب بين 350 مليونا حول العالم. هذا العرض تصفه منظمة الصحة العالمية بأنه ثاني مسبب للعجز وأحد الأسباب الرئيسية لظاهرة الانتحار على كوكبنا. للأسف الشديد لا يعالج من بين هؤلاء سوى 30%، بينما لا يدرك بقيتهم من الأساس أنهم مرضى. اكتئب بس ما تطولش، اكتئب براحتك بس ليوم واحد فقط. تلك هي النصيحة، أو بالأحرى الطريقة التي تعاملت بها ريحاب هاني الأستاذ المساعد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة مع اكتئابها. رفضت أن تتقوقع داخل معاناتها. كانت فترة كان عندي اكتئاب، كنت متضايقة، فواحدة صاحبتي كنت بتكلم معاها في التليفون فبقول لها مش عارف كذا كذا، فقالت لي طب ما تكتبي حاجة عن الحوار ده، فروحت كاتباه، فكتبت على بعض القواعد الخاصة بي انت تعمل ايه مثلا عشان تطلع من الاكتئاب ده بشكل من الاشكال وبس. تقول رحاب ل170 ألفا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ان البسمة كفيلة بإزاحة ولو قدر قليل من اكتئابك. ضحكة في زماننا ده انتصار. في خطوات ازاي ممكن تقدر ان انت تطلع من الاكتئاب بشكل من الاشكال، يعني مثلا ممكن تعمل حاجات بسيطة جدا بس ممكن تفرق مع بعض الاشخاص، اكيد مش بعمم يعني، فممكن مثلا تاكل بطاطس محمرة او شوكولاتة، حاجة ممكن تفرح حد مثلا بيحب البطاطس المحمرة او شوكولاتة او اي حاجة تانية، اي بديل في الاكل يعني. ممكن تخرج تقعد مع اصحابك، ممكن ما تقعدش في ضلمة طبعا عشان هي اوريدي بتبقى مظلمة. والنصيحة الأهم التي تقدمها رحاب ليس فقط للمتابعين بل لكل من اكتوى بنار السياسة وسببت له أي قدر من المعاناة النفسية، شيل السياسة من المعادلة وهي الدنيا تبقى زي الفل إن شاء الله. هي نصيحة، مجرد نصيحة، أفلح وارتاح من عمل بها. حلا عبد المقصود، النهار اليوم. ونتحول